مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا وتحدي جديد من تحديات سوبر هاتريك. بقول تحدي لأن احنا بيبقى قدامنا وقت قصير جدا وأربع أهداف، وهي إن وصفاتنا تكون أصح ألذ أوفر أسرع. النهاردة عندنا فتة السبانخ بالزبادي. تخيلوا بقى فتة سبانخ زبادي ازاي، هنشوف مع بعض. وكمان عندنا النهاردة عصير المانجا بالكيوي، نتابع مع بعض ونشوف كل التفاصيل. أنا عشان أعمل الفتة أنا محتاج يا إما حوالي كيسين سبانخ فروزن اللي هم تقريبا 800 جرام، يا اما كيلو سبانخ وهنقرطف وهنقطع والحاجات دي. بس لو هنجيب الكيلو السبانخ الفريش يعني هنضطر ان احنا نسلقها شويه، تمام؟ ولكن الفروزن مش محتاجه، يعني هي بتنزل النار خلاص ما بتبقاش محتاجه اي حاجه. هحتاج حوالي ده يعني نص كيلو لحمه مفرومه تقريبا. انا معصجها طبعا عشان وقت حضراتكم قبل الحلقه، عصجناها في معلقتين زيت وشويه بصل وملح وفلفل وشويه بهارات لحمه والحاجات اللي بنحطها عاده في العصاج، وبصل بقى وتوم والحاجات المعتاده. وهنتفرج مع بعض عشان ما نضيعش وقت حلقتنا. انا عندي حله كبيره اهي، هفتح الحله كده وهحط فيها معلقتين زيت نباتي. تخيل بقى تبقى فتة بس الدنيا كلها في الخفيف خالص، بقى في الخفيف جدا يعني. معلقتين ثلاثة زيت نباتي، واستنى بمجرد ما الزيت يشد عشان انزل البصل المفروم كده. ليه انا اخترت السبانخ وقلت اعمل فتة سبانخ النهاردة؟ علشان القيمه اللي في السبانخ، وعشان السبانخ معظم البيوت المصريه ان لم يكن كلها متعودين يطبخوها بطريقه واحده، ان هنعمل حله السبانخ اللي بالصلصه وفيها رز والحاجات دي، وفي ناس ما بتحبهاش خالص فبيقطعوا السبانخ كلها وكان ما فيش طرق تانية لاكل السبانخ. ولو ان السبانخ مظلومه هي ممكن يبقى ليها مليون طعم لو اتعملت بطرق مختلفه. انا قدمت لحضراتكم قبل كده طاجن السبانخ بالبيض، وبجد يعني انا ده من اكتر الحاجات اللي بحبها، من اكتر اشكال طهي السبانخ. هنزل البصل كده واوطي، كده بنشوح البصل حاجة عادية جدا يعني معتادة معروفة. والبصل هنا مفروم فرم ناعم خالص، مش عايزين نحس بيه، مش عايزين يبقى بصل كده. وزي ما قلت لحضراتكم في اشكال كتير جدا لطهي السبانخ، وفي كمان هنقدم لحضراتكم في سوبر هاتريك سلطه السبانخ الخضراء. فخلونا كده نجرب طرق جديده من الطهي ونغير طعم الحاجات في بقنا ونغير طعم حياتنا كلها، ونتحايل على موقف لو ولادنا او الناس اللي احنا بنطبخ لهم ما بيحبوش السبانخ بطريقه معينه نغير. ومره كمان عملت لكم عصير سبانخ وكان مضلل جدا لان عصير سبانخ فيه كيوي وفيه اناناس فيه حاجات تانية، فاللي بيدوق بيدوق طعم حاجات كتير جدا ما بيميزش ان فيه سبانخ، بس هو كان مليان سبانخ. طبعا اللي ما شافش الحلقه دي وسمع دلوقتي عصير السبانخ زي ما عمل كده اهو، فانا عايز اقول لكم لا ما تتخضوش يعني، جربوا جربوا. الوصفات كلها موجوده على الويب سايت بتاعنا، بيبقى مبين قدام حضراتكم على الشاشه من وقت للتاني. خشوا كده وجربوا الوصفات وقولوا لنا رايكم. مجرد بس ما البصله اهي دبلت كده هجيب السبانخ اللي عندي. انا النهارده استخدمت الفروزن، جبت كيسين بيعملوا حوالي 800 جرام على بعض كده. ادبل بقى السبانخ اللي عندي. لو تشوفوا معايا جوه الحله هي مش مستحملة، يعني السبانخ الفروزن دي الموضوع مش مستحمل خالص اهي، يعني هي تقريبا مستوية. بنقلب السبانخ مع البصل، هي مش هتاخد اكتر من دقيقتين على النار. فدلوقتي هبدأ احط ملح، فلفل، قرفة، القرفة دي هيبقى ليها مفعول السحر، وهحط بهار.
معلقة صغيرة بهار، او يعني معلقة الا، ما بحبش اكتر قوي عشان اخاف البهارات دي تمرر. ونقلب. يبقى حطينا اربع حاجات، شوحنا البصل والسبانخ وحطينا عليهم، يعني بعد ما شوحنا البصل حطينا السبانخ وحطينا عليها ملح فلفل قرفة بهار. بالظبط هتفضل على النار حاجة، يعني هوطي بقى عشان انا مش عايزة تتلسع، عايزة بس ايه تتجانس بس الحاجات كده مع بعض، اقلب تقليبة حلوة نطمن ان التوابل وصلت لكل حتة كده. خلاص تقلي حاجة يعني في منتهى البساطة اللي في الدنيا اهو، دقيقتين وفكروني عشان ايه انا ساعات بنسى. دلوقتي الموضوع محتاج زبادي، دول حوالي لكيسين السبانخ الفروزن او كيلو السبانخ المتقطف والمتقطع وكده، البديل التاني يعني. هحتاج 6 علب زبادي لايت، وانا دايما بنوه ان ياريت في نوع من الزبادي لايت، هو يعني بيسهل عمليه الهضم وفي انزيمات خاصه بانه يريح القولون ويريح المعده وما بيعملش انتفاخ. فبدل في ناس متعوده تاكل ده بعد الاكل دايما علشان يعني يبقى الهضم تمام، لا طب ما احنا ندخله في الاكل. يعني انا ده اقتراحاتي، عشان كده انا استخدمته في معظم الوصفات الجديده بتاعتنا مؤخرا يعني اللي عملناها في السوبر هاتريك. انا عندي 6 علب زبادي، هضيف عليهم الاول هربهم بالشوكه، انا عاوز افكهم من بعض كده. كده زي ما احنا شايفين، افك بس الزبادي ما يبقاش فيه كلاكيع كده زي ما احنا شايفين، ودي حاجه سهله جدا وهتحصل في لحظات، يعني زبادي فورا كل الكلاكيع اللي فيه دي هتفك. بنرب كده اهو، ممكن نلف الطبق احنا بنرب بدل ما نحرك ايدينا كتير. كده ودلوقتي هحط توم، شوية توم مش هنكتر، وبقية التوم انا هبقيه عشان هعمل بيه حاجة تانية هتشوفوها حضراتكم دلوقتي. عندنا طشة جميلة هتتعمل كده، وفي عصير ليمون عاوز يتضاف للزبادي، ناخد الطعم الصور بقى الجميل المزز كده. يبقى الزبادي عبارة عن 6 علب زبادي لايت للكمية اللي انا عاملها، لو تعملوا مثلا نص كمية يبقى نص الزبادي، يبقى 3 علب. يعني شوفوا انتوا الكمية هتعملوها ايه واحسبوها نسبة وتناسب. حطيت عليها حوالي معلقة صغيرة ثوم مفروم او معلقة كبيرة الا، وفكيت الزبادي كده من بعضه، وحطيت تقريبا عصير ليمونة خضراء متوسطة كده صغنونة. تمام، لو حابين تحدقوا الزبادي سنه ما عنديش مانع، يعني سنه بس مش كتير الله يخليكم، عشان ايه في ناس الملح بيتعبها وفي ناس ما بتحبش الملح في الاكل. دايما بسيب للي بياكل الاوبشن او الاختيار ان هو لو عاوز يحدق اكله شويه فبنحط له الملح الناعم على السفره، والفلفل عايز يزود يزود، مش عاوز ومكتفي باللي موجود يبقى تمام. وفي مرضى ضغط عالي الملح بيتعبهم جدا فيعني ما نزودش. تمام، طيب هشيل الزبادي على جنب وابص كده على السبانخ. ايوه شايفين بقى مع بعض نزلت ميتها كده وبتطبخ هي في ميتها اهي وريحتها تجنن. انا هقول للزبادي سوري السبانخ متشكرين على كده، عندي بس سنه ابخر شويه الميه دول بس كده، انشف شويه الميه دول مش اكتر وبس، هقفل لان هي الفيصل بيبقى ثواني بين انها تستوي وانها تتحرق. كده خلصت السبانخ، اللحمه المفرومه خلاص اهي، وادي الزبادي. انا كان معايا 3 ترغفه او 4 ترغفه عيش اللي هو البني الخفيف خالص،
الرؤية، يعني قطعتهم مربعات كده صغيرة أو مكعبات صغيرة وحمصتهم في الفرن من غير زيت ومن غير زبدة ومن غير أي حاجة. أنا بقول لكم الموضوع هيبقى خفيف خفيف خفيف، اسمها فتة بس خفيفة جدا. هيتبقى دلوقتي خطوتين، أنا هحمر شوية اللوز دولت علشان نفرشهم على الوش، وهنعمل الطشة. الطشة خليها طازة، تعالوا دلوقتي نحمر اللوز لغاية ما يجي ميعاد الفصل، لأن احنا تقريبا فاضل عندنا دقيقة ممكن نحمر فيها اللوز. هجيب طاسة جميلة كده وافتح عليها النار. تيالي يعني اللي بنعمله ده ما فيش ابسط من كده، اهو في منتهى السرعة. تمام، بق زيت كده نباتي كده واوزعه في الطاسة كلها كده، وده لوز متحمص عادي جدا. لو متبقى عندنا حبة كده في التلاجة اوكي، ممكن لو جبنا شوية زي دول مش هيبقوا مكلفين جدا يعني، بس هتدي شكل حلو قوي قوي على السفرة لما يكون هتشوفه في الاخر. انا مش هقعد اكلمكم اوكي، ما هقعد اوصف ليه، احنا نتفرج على طول. تمام، نجيب حاجة نقلب بيها الكلام الجميل ده، ممكن دي او بلاش، انا عايز حاجة كده اسهل. اهو زي ما حضراتكم شايفين اللوز اخد اللون بتاع الزيت، بس لسه بقى عاوزينه يحمر. كده اللون الذهبي الجميل اللي احنا عاوزينه اهو، وفي لحظات اللوز بيحمر. وخلي بالكم برضو الفيصل ما بين انه يحمر ويتحرق هي لحظات. دلوقتي هسيب حضراتكم لفاصل سريع جدا وهرجع. طبعا هترجعوا ان شاء الله من الفاصل تلاقوا اللوز ده طلع من على النار عشان ما يكونش اتحرق، بس عشان نشوف كمان هنعمل ازاي سيرفيس الفته بتاعتنا.